السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الثانية مع ياسين في كلاش اوف كلانس. باش نقول لكم في الحلقة هذه على كيف ما قلت لكم في الحلقة الاولى على التطوير وعلى برشيك حاجات. باي ديت انا تو باش ندو في التطبيق. انا طبقت شوية حاجات طبقت كل حاجات هذيك وباش باي تو باش نبدو نوريكم اغلبية الحاجات سمحة. بدي نطبق كيف ما تشوفوا قاعد نطور في هذه وهذه ودادا. باش نقول لكم في الحلقة هذه على برشيكة حاجات سمحة على الجنود. بيكم نقول الجنود هذه ونرجع لكم بعد شوي بعد نكملوا الجنود. قلت لكم اصدقائي توا باش نكملوا بالطبيعة باش نوريكم كيفاش تحاربوا وتفوزوا على المدن. باش نوريكم توا الطريقة الصحيحة اللي تحارب بها. ما تحطش جنودك كلها في بلاصة واحدة. بالطبيعة هذه مدينة ضعيفة وغنية اما عندها كيف ما تشوفوا خرجوا الجنود اطولوا واحد اما كنتم أبغيكم تحبون بالطريقة هنا. هذاك ما يبدش هو مصور يرمي قنبلته ويموت كيف الصور بالضبط. كيف ما تشوفوا قاعد نحارب أنا تو. وذيك هي الطريقة الصحيحة. أول مرة العملاق لازم نبدأ عندك العملاق. حط أول حاجة العملاق وبعدها تكسر دفاعك كل ولكن تكسر أقوى دفاعك إذن جنودك الباقيين وتكسر القرية إذن الموت تفوز. كيف ما تشوفوا مبقاش عنده دفاع باش يخسر بالطبيعة خاطر هو غريبة حاط دفاع واحد غريبة. قديش من مرة نشوف نسنتيكا حط مدفعية بركة ويحطها مرحلة واحد تبدأ عنده برشيكا فلوس. ما نعرفش ليش ما يحبش يحط دفاع ما كان الوحدة نتاع الفلوس قاعد يطور فيها. كيف ما تشوفوا مازالوا الجنود الاخرين مش نزيد نعمر اللي بعد. كسرت برشا بصراحة البوزيسيون دي سمحة برشا جربوها بإذن الله تنجحوا بال عملوها هذي حاجة سمحة برشا تمشي القرية الأخرى نمشي نحارب.
خسرت خسارة عادي، هزمت مهم برجع. وكيف ما تشوفوا صحابي وصلنا نهاية الحلقة، ونتلاقوا في الحلقة الجاية.